بسم الله الرحمن الرحيم. نصيحة في دقيقة. أحبتي في الله، نحن في أيام هذا الشهر الفضيل. عصير العنب له خصائص قوية جدا مضادة للالتهابات والبكتيريا الضارة والفيروسات، وبخاصة عندما يعصر مع بذوره. حسب آخر دراسة يقولون إن العنب أو عصير العنب مع بذوره وقشوره حتى يعتبر علاجا فعالا في التهابات الرئة وحتى في بعض حالات السرطان، وأيضا يستخدم لإذابة الحصى المتشكلة في الكلية. مهم جدا العنب أيها الأحبة. يؤكد الباحثون أيضا فوائد هذا العصير في تنشيط الكبد وتنظيم عمل هذا الكبد وسهولة تخلصه من السموم. كذلك هو غذاء للعضلات بسبب السكريات الرائعة الموجودة في العنب، وهو منشط للعضلات أيضا ويساعد على استقرار عمل الجهاز العصبي أيضا أيها الأحبة. أيضا دراسة تؤكد أن عصير العنب مع بذوره له تأثير مهدئ وفعال لعلاج أيضا الانفعالات والغضب، مهم جدا. لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر الأعناب في القرآن كثيرا، وهو غذاء يعني مهم في الدنيا وغذاء أهل الجنة أيضا. قال تعالى: فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. صدق الله العظيم.